بالنسبة للبطاقة التموينية ما شايفين احنا منها شيء، يعني شهر اكو واربعة ماكو، لو طحينات لو ماكو، شكر ماكو، تمنات ما يجن بين شهر وشهر، يعني ما اعرف يعني الدولة عجزت. وجبة حصة تموينية ماكو، واحنا دا نشوف يعني ونعرف انه اخر حصه تموينيه سلم زيت وشكر هي شهر الخامس. إيه؟ بعد ما وراه شو المواطن شلون مدبر حياته؟ عمي شلون مدبر حياته؟ شلون مدبر حياته؟ الله وكيلك، انا من الناس يعني مرات اشتري كيلو تمن، كيلو تمن اطبخه وجبه وجبتين وماكو، وثلاث ايام اربعه ماكو، زين شغل ماكو، المدينه وضعها هذا تعبان، شوارعها تعبانه، يعني كنا تعبانين ماكو كل شيء. وثانيا انا هسه راح احكيك عسكري متقاعد ب 2018 طالع، زين انطوني كتاب مال اراجع على قطعه ارض سكنيه، رحت على البلديه جبت لهم الوصولات وجبت لهم المعامله وسويت معامله بريد قاع اقدم على القاع. اي حق لك تقدم على القاع بس لازم القاع تنحسب عليك ب 18 مليون. قلت له انا من عندي 18 مليون اجي عليك؟ ما اجي عليكم انا من عندي 18 مليون، اروح اشتري اللي قاعد ب 10 ملايين 12 مليون وابنى لي غرفه غرفتين واقعد واسكت. زين بس اريد افتهم يعني هاي الاراضي، هاي الاراضي الله مالت الله منطيها للبشر، انطوا انطوا لهاي الناس اللي ما عندها ما عندها قطعه ارض انطيه فد 100 200 متر بسعر رمزي، انطي فد مسكن، انطي فد يعني شلون يعني هسه قاعد بس لا تسمح لي يعني استغراب من شغله واحده. ناحيه الاسحاقي بدا بها العمل بمنازل واطئه الكلفه وفي قضاء الديجين منازل واطئه الكلفه، طيب ما شفنا هاي المنازل واطئه الكلفه بمدينه سامرة، ليش استثنيتوها لحد الان؟ ما عممتوا هذا المشروع حتى ان يوجد حجر الاساس وبدا وتوقفت كثير من المشاريع، ولكن اكو بصيص امل انه فعلا توجد حجر اساس لاكمال مشاريع واطئ الكلفه للعوائل اللي العوائل المتعففه. عمي الله وكيلك ومحمد كفيلك، انا هسه لحاكيك قاعد ايجار 150 الف دينار قسما بالقران وحكم الشهر علي من يوم 31 ولحد الان انا ما دافع ايجار. زين زين العالم مين تجيب؟ يعني مين تجيب؟ هسه انا حاكيك هسه الله وكيل اكثر امرار اطلع اشتغل عماله. زين اشتغل نهارين انا 66، اشتغل نهار نهارين ثلاث ايام اسبوع 10 ايام قاعد. زين يعني بس اريد افتهم يعني هاي وين بدها تروح ثروات هذا البلد؟ وين جاي تروح؟ فلوس الحنطه هسه هاي الحنطه مكومه عندنا بس هاي لوات لحد الان مكومات. زين الدوله بس اريد افتهم شنو شغلها؟ الدوله لو من انتم اسحبوا الحنطه بيعوها لغير دول وسووا سيوله نقديه للبلد، اسوي فلوس للبلد، اسوي فلوس للشعب، زين شنو فائدتها؟ راح يجي الموسم الثاني وهي مكومه بس الوات ومكومه ومخزونه، هاي تتلف من المطر، تتلف من من الخزن، تتلف يعني بس اريد افتهم شنو الوضع ما اعرف. مزارع زين والله مزارع بدي احكي بخصوص الحنطه ونشكركم ونشكر قناتكم الموقره. انا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه بخصوص المزارعين الحنطه، انا اول واحد من عندهم فلاح تارك قاعتي بسبب الكهرباء واللي الغاز 125 برميل 130 الف. اثنين كل عمامي وقرايبي كلها من الحويش هاي تقول الحدود مكشفه كلها سبب الكهرباء. الحنطه السنه انا اقول لك 95% كلها قاعده، ما زرعت السنه ما حزرع. انا من عندهم ليش؟ عندي 100 دونم 120 دونم مرة الشواك فات ما عندي فلوس اسجم موسمي، الزرع كله متروك، كهرباء ماكو، غاز ماكو، فقاعدين السنه هسه تكون اطلب منكم طلب نسوي جوله ميدانيه وبسيارتي وعلى حسابي ونروح للاراضي الزراعيه اوديكم بسيارتي الخاصه ونشوف الفلح وعلى الاعلام تشوفون وضع الفلاليح اللي هناك ان شاء الله نوصل زين زياره. اي وبالنسبه سلمتوا حنطه العام؟ العام سلمنا لحد ما استلمنا، تسلسلنا 1600 ماكو فلوس لحد الان وقاعدين. اي والله كيف نشتغل تاكسيات عند العالم. زين